في صناديق العمر، البداية سريعا في صندوق أول العمر، وأمامي سليمان ياسين. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أيام الفريج في منطقة شرق، شنو تعني لك؟ شنو هي ذكرياتك عنها؟ شرق كنت مو بعيد عن سينما الحمراء والفردوس، وأعتقد كانوا سبب في حبي لعالم السينما والدراما والفن بكل أبعاده، لأن السينما عوالمها كبيرة، وكنت محظوظ أني أكون مو بعيد عن هذه المنطقة. تحن إلى شقاوة الأطفال؟ إي الشقاوة مو بمفهوم الشقاوة للإيذاء، الشقاوة بمفهوم المعرفة، بمفهوم أني أريد أن استكشف. يعني أستكشف بالضبط، أني يعني أغتال شيء لمعرفة شيء آخر. هذا الاغتيال دون إيذاء شلون يصير؟ هو فقط يعني أني أقتحم. الأسرة كان لها اهتمام بالفن؟ والله ما كان في اهتمام، وكان بالعكس يتضايقون مني اني انا وايد عندي هالاهتمام هذا، اني اروح وايد سينما، اني يتضايقون يعني. ولا بدا يتحول الى منع؟ هو مو منع كثر ما هو يعني شنو اللي هالاهتمام هذا، شنو اهميته يعني، وعدم التشجيع له. خلنا نشوف هذه الصوره. علي المفيدي، أنت الأول على دفعتك السويل في معهد المسرح، ماذا يميزك؟ هني هذه كانت أيام المعهد؟ تقريبا كنت، لأني أنا في فترة من الفترات تركت الثانوية العامة وبديت أدرس في معهد الدراسات المسرحية، وبعدين لما كملت 18 رحت إلى مطبعة حكومة الكويت في وزارة الإرشاد والأنباء أيامها، إلى أن خلصت معهد الدراسات المسرحية وانتقلت تماما، لأن بحكم أني بوزارة الإرشاد والأنباء انتقلت إلى تلفزيون الكويت في الدراما، قسم الدراما. ولكن سبق احنا تالي راح نسولف أكثر عن موضوع الدراما وموضوع وجودك في وزارة الإعلام، بس اللي اكتشفني ويابني للتلفزيون أمثل غانم الصالح رحمة الله عليه. شلون اكتشفك؟ لما كنت بالثانوية، لا أزال سنة ثالثة ثانوي تقريبا، كان في مسرحية اسمها الوافد لأحد الكتاب الكبار المصريين اسمه ميخائيل رومان، مع أنشطة المسرح المدرسي. يعني شافك مميز، أو بالأحرى إذا فازت المسرحية، فازت في أفضل عرض مسرحي في ذاك الوقت، يعني في الستينات كلمة تقريباً. أفضل رافقتك وايد. أنت أيضا كنت الأول على دفعتك في المعهد مثل ما قلت، مع الدراسات المسرحية. مع الدراسات المسرحية شو اللي كان يميزك؟ ما أدري والله، يعني أحب العمل الفني، أحب يمكن التزام أكثر من غيره، يمكن التزام، حب للمسرح كثير. يعني أنا كنت أقرأ بالمسرح وأنا صغير، يعني أنا كنت أروح إلى، أتذكر إلى مكتبة سينما الأندلس، كنت أروح السينما وأروح بنفس الوقت في مكتبة يمها تابعة لنفس المبنى. هذه المكتبة كنت حتى أشوف فيها اثنين دائما أشوفهم، العصاري بالذات يوم خميس أظن أو شيء من القبيل، اللي هم أحمد مشاري العدواني وعبد العزيز حسين بوهاني. كنت شاب صغير يعني، كنت تجالسهم تقعد أسولف وياهم كذي، أسألهم وكذا، يعني هم كبار بالنسبة لي، بس إنما كنت أروح أخذ نصوص مسرحية لشكسبير، لمولير، لكورنيك، راسين، كذا
كتاب عالميين. أنا بختصر حوارنا في صندوق أول العمر وبحاول أروح كذي ونمر عليهم حتى نحاول نغطي كل المجالات في صندوق أول العمر، لأن ما شاء الله صندوقك في أول العمر مليان بالأحداث الجميلة. الدراسة في فرنسا كانت صدفة ولا جات أو كان حلم بالنسبة لك؟ الدراسة في فرنسا، شوف، هي ظروف اجتماعية أحيانا تمر على الإنسان. أنا والدي توفى في 63، فلقيت نفسي وأنا عمري 12 سنة أكبر واحد في الأسرة، في الأخوان ستة، أخوين، أربع أخوات، ووالدتي رحمة الله عليها. فلقيت نفسي مسؤول، بالذات مجتمعنا الأخ الأكبر هو مسؤول مهما كان عمره. لقيت نفسي أتحرك بطريقة عشوائية أحيانا في اتخاذ القرارات، أني أروح الثانوي، أخلص متوسطة وأروح الثانوية، وأترك الثانوية وأروح مع دراسات المسرحية لأني أحب المسرح. كان مع الدراسات المسرحية يعطي مكافأة مالية شهرية إذا مدخول إضافي للأسرة، أني أروح إلى وأشتغل صباحا في مطبعة الحكومة في وزارة الإرشاد والأنباء، أخذ راتب هناك وأخذ مكافأة هني، وأشتغل بالإذاعة شوية وأشترك في فرقة من فرق المسرحية. كلها قرارات حسب الحاجة وحسب الرغبة وحسب الإحساس بالمسؤولية تجاه الأسرة. إلى فتأخرت فرصة فرنسا لين خلصوا إخواني وخواتي، دشوا جامعات ودشوا كذا، اللي تخرج واللي بدأ وانت أكبرهم تزوج، وأنا أكبرهم وأنا أشتغل وخلصت مع الدراسات المسرحية وخلصت سنوات خدمة. جاءت الرغبة في خيارين، المعهد العالي للفنون المسرحية انفتح، وإني أنا كان عندي رغبة أني أدرس برا، أتعرف على العالم اللي برا، خصوصا أني كنت أقرأ مسرح وأشوف سينما. كان أقول أبي أروح سينما. أنا عندي ثلاث كلمات، تفضل. في الثلاث كلمات هذه راح نرجع نسمعها في الثلاث صناديق اللي احنا بنمر عليهم. احنا في صندوق أول العمر وبمنظور وتفكير الشاب اللي قاعدين نتكلم معاه الآن في صندوق أول العمر، شنو كانت تعني لك الغربة؟ الغربة إحساس بالمسؤولية الشديدة في أول العمر، الأدب في أول العمر، رحلة السينما، معرفة واسعة. طيب أنا بيك تاخذنا إلى فاصل، من بعده بنرجع نكمل سوالفنا في صندوق منتصف العمر، ولكن بستغل اللغة الفرنسية اللي عندك، قد يكون عندنا مشاهد ما يفهم إلا فرنسي. بوي للدرجة ما أدري شليت الشام، ممكن نقول فاصل وراجعين بالفرنسي أو تابعونا بعد قليل مثلاً، ما أدري يعني. ما زالت عندك؟ إي طبعاً، لا موجودة، حاضرة اللغة الفرنسية. لا بس ما أدري شنو الاستخدام اللي تستخدمونه أنت يعني عادة يعني. إحنا نقول تابعونا بعد شوي. سويفينو سويفينو غستي أبيك نو سويفينو. أوكي يعني احنا بنقول صندوق جديد وعمر جديد مع سلمى الياسين بعد الفاصل. في صناديق العمر تركنا صندوق أول العمر بأحلامه وطموحاته وأمنياته، ووصلنا إلى صندوق النجاحات والانتشار والشهرة، صندوق منتصف العمر مع الفنان سلمى الياسين. أهلا وسهلا فيك من جديد معي في برنامج صناديق العمر. أهلا فيكم. هنا بدأت شهرتي. صدق ما أدري متى، يعني ما أدري، يمكن ما كان عندي اهتمام في قضية الشهرة كثر ما كان عندي اهتمام في أني أصل إلى شيء يسعدني، وبالتالي أسعد من يتابعني. هو في يوم من الأيام لقيت نفسي في احنا حكينا فيه في الصندوق الاول، يمكن غانم الصالح لما
أخذني من المدرسة وكذا وهذا إلى تلفزيون وتم تسجيل وتصوير المسرحية اللي هي الوافد في التلفزيون. هني تعرفت على المخرج كاظم القلاف وأخذني في سهرة تلفزيونية اسمها جفة الكؤوس، كانت تتكلم عن الشاعر وما يطلق عليه الشاعر الماجن اللي هو أبو نواس. كنت أمثل فيه شخصية الشاعر وهو في مقتبل العمر، وبعدين كان المفروض الفنان الكبير رحمة الله عليه محمد توفيق يلعب، وكان حلم من أحلامي لأنه كان يدرسني بنفس الوقت في المعهد، وصارت بيني وبينه علاقة جدا شديدة، ولكن كان عنده ظرف صحي تم استبداله في فنان كبير اسمه لطفي عامر، أيضا كان موجود من فنان تشكيلي وأستاذ فن تشكيلي وممثل كان في وزارة التربية من أساتذة النشاط المدرسي. نجحت في الكوميديا ثم توقفت لأن سافرت ورديت يعني يمكن الأعمال الكوميدية قليلة اللي عرضت علي بعدين، لأن صار عندي خط أعمال كثيرة ذات يعني تطرح قدرات أخرى يعني عندي، ويبدو أنه تتعارض هذه القدرات مع الكوميديا؟ لا 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 أبدا، بس إنما يعني في حاجة يمكن للون اللي يعني تتقنه أو تجيده، يعني اللي يعني المخرجين والمنتجين يبحثون عنه لقوا فيني. يمكن انتقلت إلى مسرح الخليج وأنت غاضب، من غاضب؟ لا أنا ما كنت غاضب. انتقالك إلى مسرح الخليج أنا كان أبداً، أنا هي البداية كانت مسرح الخليج. أنا مسرح الخليج رحت له لسببين، إن بالتلفزيون كنت أعمل يعني في بداياتي في عمل عملته مع محمد المنصور أعتقد اسمه ليلة عرس أو شيء من هالقبيل، صقر رشود في فرقة مسرح الخليج ومحمد المنصور في فرقة مسرح الخليج سبقني لها طبعا. صقر شافني معاه قال أنا أبي هذا الولد أبي يصير ينضم لنا بالفرقة، وفعلا قال لي محمد وانتقلت إلى الفرقة يعني. السبب الثاني، السبب الثاني دفعني اني اروح للفرقة اللي 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 شاورته كصديق اللي هو المرحوم فؤاد الشطي صديق عمر، قلت له مسرح الخليج طالبيني وهو مسرح العربي، قلت له شلون الحين انا وربعي بالمسرح العربي ايضا متعرف عليهم زملاء فؤاد الشطي يعني، فالمهم منهم علي البريتش وجعفر المؤمن وكذا مجموعة يعني، فقال لي روح مسرح الخليج. مسرح الخليج بزعل؟ لا 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 ابدا، قال لي روح مسرح الخليج لانه يحب مسرح الخليج هو ايضا، مع انه هو مسرح العربي وعنده يعني هو كانت الرغبات عندنا رغبات شابه يعني كلنا ونحب بعض، فهو يشوفني اني هناك لي فرصه بعد اكثر، لان مسرح العربي مو سهل، في عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفري وغانم الصالح وكذا. الكتابة لعبد الحسين عبد الرضا كانت صعبة؟ أنا كتبت وفكرت فيه لمرة اللي هي تمثيلية الانحدار، فلما قلت حق كاظم القلاف اللي هو أصبح صديق لي مثلت وياه يعني في أتوالة أعمال مع بعض، وكتبت هذا العمل لما رجعت من فرنسا، قلت له من تشوف فيه؟ قال لي تشوف فيه عبد الحسين، قلت له إيه، لون جديد، وأنا أعتقد أن عبد الحسين بقدراته كان فيه صعوبة؟ لا مو صعوبة،
كان حرص عند هذا الرجل، وهذه حقيقة أقولها تاريخية لهذا الرجل، كان في جزئيات، لأن أنا كاتب النص بتفاصيل وتوني جاي من دراسة وكذا، مليان يعني تعابير سيناريو وكذا وهذا، فيقول لي زين هذا ايش علاقة هذا بهذا؟ فكنت أقول له هذا هذه اللقطة بهذا المشهد راح يصير فيها، لأن هذا لما ينبني على كذي وكذا، يعني أشرح له. يقول آه بس 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 خلاص فهمت تمام. اشتغل والله، أذكر هذا الرجل بكل إمكاناته وبكل مواهبه وبكل تجربته يسأل السؤال كأنه يتعلم لأول مرة، لأن جاي لنص في تجربة جديدة، فما أقدم عليه من واقع أنه هو فنان كبير وخبرته وكذا، ولا لا 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 بكل تواضع. وطبعا من نجوم القمة إلى نافذة على التاريخ، عن ماذا تبحث؟ نافذة على التاريخ إلى نجوم القمة، صقر شوت كان وراها، يعني كان وراها مو قصدا، ولكن الظرف التمثيلي اللي نوجدت فيه والالتزام، وهو رجل ملتزم، أقول له ودي بالتلفزيون أكثر ومسرح كذا، إذاعة يمكن تأخذ من وقتنا. كان يقول لي شوف، قال الإذاعة راح تخليك في عقل متقد دائما كممثل، الخيال عندك سيبقى، لكن أنك تخطئ وتسوي عمل دون المستوى تلفزيونيا أو مسرحيا سيعتب عليك، خلك مع الإذاعة دائما وانتقي مسرح وتلفزيون. احنا تكلمنا عن المسرح والتلفزيون والإذاعة، وأنت من أوائل الكويتيين اللي درسوا وتخصصوا في السينما، لكن أين أفلامك؟ شوف، الانحدار اللي تونا يبنى طاريها، احنا قاعدين نتكلم عن صندوق منتصف العمر. ايه الانحدار، في تمثيلية أخرى اسمها غدا أمي قالت لي، أخرجها الراحل عبد العزيز المنصور، مثل فيها حياة الفهد محمد المنصور وآخرين، وأيضا عملت خروج عن المألوف جزئين، أنا مثلتها مع حياة الفهد من إخراج الراحل أيضا رحمة الله عليه عبد الرحمن مسلم. هذه أعمال مواصفاتها الكتابية سينمائية، ولكنها تم تنفيذها على أشرطة فيديو. شريط الفيديو لا يعني أنه ما في حس سينمائي، في حس سينمائي، ولكن مو بزخم الفيلم السينمائي. أنا الحلم اللي عندي هو أن نصل إلى التليفيلم. التليفيلم شنو؟ شنو؟ الفيلم التلفزيوني، السينما التلفزيونية، لأن اليوم التلفزيون موجود، هو الرئيسي، من خلاله أنطلق إلى أيضا السينما الكبيرة. طيب أنت ممثل يتميز بماذا؟ ما أعرف والله، ما أعرف، يعني ما أتميز، قد يمكن أكون يعني والعياذ بالله من كلمة أنا، يعني تربيت على الالتزام، عشته وحبيته وأصبح ديدني في الحياة، وبعدين احتكيت في ناس مثلي، مثل صقر شوت، مثل فؤاد الشطي، مثل غانم الصالح، فنانين يعني كبار. طيب بختم معاك بالكلمات الثلاثة اللي سألتك عنهم في الصندوق الأول، في صندوق منتصف العمر، الغربة شنو صارت بالنسبة لك؟ الغربة قلت لك هي يعني هي خوف والتزام. الأدب، الأدب معرفة واسعة، السينما أكثر اتساع،
يعني أرى العالم من خلالها. إحنا مكملين سوالفنا ومكملين صناديق الفنان سليمان الياسين، ولكن بروح لصندوق جديد وعمر جديد بعد الفاصل. أنا الآن أقفز بين الصناديق، ومن صندوق إلى صندوق. بدينا في صندوق أول العمر وحاولنا فيه ومن خلاله أن نكتشف البداية والنشأة، وصلنا إلى صندوق منتصف العمر ومن خلاله تابعنا الطموحات والنجاحات. أنا الآن في صندوق باقي العمر حتى نشوف شو اللي تغير من مبادئ وفكر وأشياء ثانية بنحاول نغوص فيها ونتعرف أكثر فيها ومن خلالها على الفنان القدير والأستاذ الكبير سليمان ياسين. أهلا وسهلا فيك معاي في صناديق العمر. أهلا وسهلا. أحب أقول أولا أن هذا الصندوق عبارة عن فصلين. الفصل الأول راح أخصصه للحديث عن الراحل صقر الرشود، وتالي راح نروح بالفصل الثاني للحديث عن بقية حياة وتفاصيل الفنان القدير سليمان ياسين. أبي أبتدي الحكاية من عند موعد سفرك وموعد سفرة. أنت عندك الحكاية وبدأت من قرارك بالسفر، ماذا حصل؟ العلاقة اللي تربطني بصقر علاقة كانت خاصة الحقيقة. علاقة أخ كبير لي، وعلاقة صديق صدوق، وعلاقة أستاذ معلم، وعلاقة حكمة وتجربة أستفيد منها. حتى تكون أقرب إلى الصورة خلنا نشوف هذه الصورة، الراحل صقر الرشود رحمة الله عليه. خلنا نكمل حديثنا. كلمته تليفون وكان سعيد في المجيء ويبيني أرجع. قلت له أنا عندي امتحانات ومش عارف كذا، خلنا أخلص الحين نهاية السنة وكذا وبعدين أشوف أي إجازة أجيبه، أنت ليت إن شاء الله نسى. أنا سبحان الله في شهر 12 ديسمبر 78 كنت عادة الأهل يدزون لي جرائد أو أروح للسفارة وأخذ جرائد الكويت، عشان ما كان الميديا اللي الآن موجودة والسهالات اللي موجودة الآن. حتى التلفونات أكلم أمي عن طريق باريس، يعني من مدينتي المر عن طريق باريس أكلمهم كذا وياك الكويت وترايح. فأنا كانت المكالمة بيني وبينها من الكويت للإمارات. انقطعت لأني عندي امتحانات وعندي سوالف من بداية أول سنة يعني دراسية في 78 في 78 79 في فرنسا في باريس. سكني لا أزال في المدينة الأخرى مدينة ترانس. المهم أن أنا في رأس السنة مع أصدقاء أتكلم عن صداقاتي، لأن كانت الذكرى الأولى لوفاة شارلي شابلن، وقاعد أتكلم أنا أو إيه كان وفاة شارلي شابلن أو توم توفي في هالسنة هذه. المهم أنه في 25 ديسمبر، فأقول إيه، وكان في برنامج عنا بالتلفزيون وقاعد نتكلم، فأقول لهم يا أخي العظماء يعني من الفنانين المبدعين حتى في توقيت وفاتهم يكونون أيضا يعني إيش كثر يحبون الأطفال، إيش كثر يحبون الأسر، إيش كثر كذا شارلي شابلن، وعرج فيني الحديث عن صقر وعن مأساته مع أبنائه وعن مأساته أنه ترك الكويت وعن كذا، وبكيت. وانت تحكي عن صديقك صقر الرشود في 25 ديسمبر أبكي بكاء غريب، كنت أتمنى أني أشوفه في ذيك اليوم في ذيك اللحظة.
وأنا كنت منقطع، لا جرايد ولا شيء، على أساس أن عندي امتحانات وآخر السنة ومش عارف كذا، وهذا انتظر بعدين بيخلص برأس السنة وبعدين وراي، فما أدري بحوث وهذا وكذا، توني بادي أول سنة يعني، شهور صار لي بعد اللغة. اللي حصل أن تمر الأيام، 25 يوم مروا، رحت للسفارة، التقيت في الملحق الثقافي الله يطول بعمره ويحفظه محمد العجيري، كان أيامه، فقعد وياه بالسفارة الكويتية في باريس واتكلم وياه، كان يقول لي عظم الله أجرك في صديقكم صقر. صقر بأي ولاية، بأي مقاطعة، بأي مدينة، بأي ما أدري. تقصد واحد في فرنسا، واحد يعني من الطلبة يعني، أنا اعتقدت أن يكلمني عن واحد هني، هو أدرك الموضوع، قال لي ها أنت ما تدري ليش عن منو، أي صقر تكلم عنه. هني بدأ يصير عندي نوع من التوجس يعني، الخوف. قال لي أنا آسف، قام من مكانه وياني قاعد، قال لي أنا آسف ما أدري فيك إنك ما تدري. قلت شو ما تدري عن شنو، من أي صقر، صقر شو، قلت شلون أنت من صدقك متى؟ حكالي كان الموضوع صار له 25 يوم يعني بعد ما عدت 78، إحنا في 79 بداية في جانيوري، في شهر يناير، يناير يعني، طلع نفس اليوم اللي كنت تبكي فيه. لم أعرف هذا إلا بعدين، ياب للجرايد شفت التاريخ 25 ديسمبر اللي كنت بكيت فيه بكاء غير عادي، لا أعرف شنو الهيامة، لأن بكيت عليه، بكيت على ظروفه، بكيت على كذا، بكيت على غربتي أنا، غربته هو، أشياء تداخلت يعني. سعيد تعرف شنو اللي صار مع صقر؟ أي تواصلت مع أهله؟ شو اللي جرى له بعجالة؟ اللي عرفته إنه بحادث، الجرائد طبعًا شفت أنا الجرائد كلها تحكي تقول كل شيء، كان جرائد قديمة، كان مر عليها 25 يوم. 25 يوم. كيف كان الحادث؟ الحادث راجع من بروفات يعني، اللي عرفته في الإمارات. في الإمارات. و على مناطق شوية جبلية عندهم صوب خرفكان وكذا أتذكر حسب الذاكرة الآن، وبعدين كان ويا أحد الأصدقاء اللي هو مهدي الصايغ أيضا كاتب من كتابنا، كان موجود في الإمارات، كاظم القلاف كان موجود أيضا بالإمارات. في الإمارات ولا معاه في السيارة؟ لا مهدي الصايغ كان معاه بالسيارة، والحمد لله نجا. أي مهدي الصايغ من هذا الحادث نجا، واللي معاه كلهم، هو رمى نفسه، هو الوحيد اللي توفى في الحادث، رمى نفسه، رمى نفسه من الباب، فتح الباب ونزل من السيارة. يعني وكانت السرعة يعني صغيرة، بس يبدو انه اعتقد بانه سينقذ نفسه، وانا اعرف صقر يتخذ قرارات اسرع منا كلنا، يفاجئنا ودائما على صواب، بس هالمرة خابت. دائما يتخذ القرار قبلنا ويعتقد الشيء قبلنا، واعتقاده يكون صائب مو ظن، اعتقاد. في هذه المرة كان ظنا لم يكن اعتقادا، وراح كذا يومه. طبعا أنا عرفت أن في تأبين له في 40، سافرت وحضرت رديت للكويت. رديت للكويت طبعا. منو كان اول من قابلته؟ والله الاسره، لاني ما كنت قايل حق احد اني جاي. شعرت بغربه في الكويت بعد صقر شوي؟ اي، بس كنت دائما اشعر بان جاي له، واتذكر انه هو مو موجود يعني، وانا بالسفره تذكر اني بلتقي فيه، في شيء في الاحساس يقول لي كذي،
بس ما التقيت فيه. هو قال لي إني أنا آخر السنة برجع، بس رجع بطريقة ثانية، طريقة صقر دراماتيكية. رحم الله صقر المسرح صقر رشود. احنا بنروح لفاصل، من بعدها بنرجع نكمل صندوق سليمان ياسين في باقي العمر. ما زلت أقفز بين زوايا صندوق باقي العمر مع الفنان القدير والأستاذ سليمان ياسين. أهلا وسهلا فيك معاي من جديد في صناديق العمر. أهلا فيك. المسرح ما يوكل خبز مثل التلفزيون؟ والله يعتمد على نوع الإنتاج. لا ممكن يوكل وايد. المسرح ممكن. طبعا. طبعا. أي مسرح اللي يوكل خبز؟ والله يعني العمل الناجح اللي في معادلة الجمهور والفن وكذا يعني. وفي أيضا مسرح يوكل خبز بدون المعادلة يعني، يكفي يعني يرضي الجمهور بس كفاية. يحقق نظرية الجمهور عايز كذا. بالضبط. شنو المسرح اللي عايزه سليمان الياسين؟ والله المعادلة الصعبة، إني يعني إني أقدم شيء الجمهور يبقى في ذاكرته يعني، وأن يشعر بأن تم احترامه من خلال ما قدم له، وأشعر أنا بأني احترمت نفسي. أنت تصنف نفسك كممثل أم كاتب؟ لا ممثل وكاتب. عندما يكون في شيء مو تقتضي ضرورة، أنه يعني يتوفر شيء ماني قادر أحصل عليه وقادر أني أنفذه أو أعبر عنه من خلال الكتابة يعني، ومو بالضرورة أني أمثله لأن أنا كتبت أشياء ما مثلتها يعني. لماذا تهتمون بالتتر؟ أقصد ترتيب الأسماء. أنا شخصيا ما أهتم، أنا يهمني إطلالتي على المشاهد وردة فعل المشاهد على إطلالتي وتأثيري عليه. أعتقد هو أفضل تتر. حطني آخر اسم بس عطني شيء مهم أقوله والمشاهد يحترم ما أقدمه، هكذا. أنا ما أدري، ما أشوف التتر ارتبط دائما مع القديرة سعاد عبد الله. ما السبب؟ والله دائما يعني سعادتي أني أعمل معاها. العمل معاها عمل مريح جدا. عمل سعاد تشيع البهجة أثناء تنفيذ العمل، تشيع المعرفة، الاكتشاف المشترك مع بعض. شنو تكتشفون مع بعض؟ نكتشف ما نتوقع أنه يكون له ردة فعل يعني إيجابية ومهمة للمشاهد. هي تتعاون إلى أبعد الحدود مع العناصر الفنية اللي حواليها اللي يحيطونها والتي تحيطهم هي أيضا يعني. هي باحث على التنشيط العمل الفني، وهذا طبعا عنصر من عناصر فرقة مسرح الخليج العربي اللي انتمت لها كثيرا يعني من البدايات. من البدايات. أنت من فنانين قلائل يتقنون الأداء بالفصحى، من أين لك هذا؟ القرآن الكريم، القراءة للقرآن الكريم، وبعدين قراءة الشعر، القراءة في الأدب، القراءة في المسرح. ما زلت إلى اليوم أقرأ. يمكن أقرأ بشكل غير منتظم ولكني أقرأ. رغم كل الجوائز وقرن تقريبا من التمثيل، إلا أن اسمك ظل بعيد عن النجومية، شنو السبب؟ في نجم نمطي، في نجم ستار سيستم يعني،
في نجم منهجي. أنا أريد أن أكون، والعياذ بالله من كلمتانة، أن أكون منهجي. شنو الفرق بين النجوم الثلاثة؟ هو ما هو اثنين بالأحرى، يعني أن تكون نمطيا يعني متكرر، تعمل نفس الشيء، كأنك تشتغل على أزرة، حزين حزين، نفس الحزن، نفس الفرح، نفس الكذا. لكن أن تكون منهجي ما يستدعيه العمل والدور والشخصية، أنك تشتغل من خلال أبعادها. أعتقد هذه اللي تثبت في ذهن المشاهد. المشاهد قد يراك كثيرا ويحفظك لأنه يشوفك وايد، وقد يشوفك في مسلسلين في نفس التوقيت مثلا. إيه في كم في كم يعني، ولكن إنه يشوفك في عملين مختلفين، وإنه يتذكرك في هذا العمل بشيء وهذا يتذكرك بشيء. لذلك تجد فنانين كثيرين في العالم، يعني في العالم كله، العالم العربي مثلا، تذكرهم في أعمال محددة. يعني لو عمل مثلا 100 عمل وتذكره في 10 منهم، أنا أعتقد هذا ممثل عظيم، يعني عمل شيء مهم. لكن إنه يكون عمل 1000 عمل وما تذكر منهم شيء إلا أنه ممثل. سليمان الياسين عنده القدرة على تغيير أبعاد الشخصية من الداخل، إلا أن أبعاد الشخصية من الخارج تبقى ثابتة. الغتراء هي الدشداشة نفسها، وجود النظارة وغيرها من التفاصيل، هذا ما يسبب ملل عند المشاهد؟ الزي اللوكال المحلي مالنا جعلنا في إطار هذا، في إطار هذه الغترة والعقال وكذا. ولكن تجد أيضا تجد الرجال بالذات، يعني أتكلم عنهم، لأن النساء عندهم القدرة على أنهم يعني يغيرون بالألوان، يغيرون بكذا، ويغيرون بالتسريح. إحنا ما عندنا على هذا، أعرف شون، يعني ما عندنا كابات، ما عندنا كرافاتات، ما عندنا كذا، عندنا غترة وعقال ودشداشة. لكن أهم شيء أنك أنت أيضا تعرف بأن في هذا اللوكيشن أو هذا المكان، أو في غرفة النوم غير في الصالون، غير في غرفة الطعام، غير في مطعم، غير في مكتب، غير في الديوانية، أنك تضع الشيء اللي هو متعارف عليه، اللي هو يعني يتواءم مع منطقية المكان والزمان والحدث والشخصية، أن يكون هذا كله متوفر. الدراما الكويتية فقدت ريادتها، وهذه هي الأسباب. أنا ما أعتقد أنها فقدت ريادتها، أنا أعتقد يمكن انحسرت فترة، ولكن اليوم منطلقة انطلاقة شديدة، بدليل أنها هي يعني المغذي للساحة الفنية على مستوى، على الأقل مستوى الخليج العربي. وأنا أصدقك القول بأن لنا تأثير على الساحة العربية شديد. جيت للمشاهد العراقي، المشاهد الأردني، المشاهد الفلسطيني، السوري، المشاهد المغربي والمغاربي يعني، حتى الساحة المصرية، بالرغم من الكم الهائل والتجربة العريضة والطويلة والتاريخية، إنما أيضا العمل الكويتي له تأثير. أنا شفت هذا الحقيقة من خلال سفري إلى أوروبا، على وجه الخصوص فرنسا أروح لها كثير. أنا العرب اللي موجودين هناك بالجنسيات العربية، سعودي الخليجي يعني ككل، السعودية وانتي هاي، إلى جانب المغاربي، إلى جانب بلاد الشام، كلهم يعرفون أعمالنا ومتابعينها ويسألوني. استغربت أنا الحقيقة. طيب. على حتى على مستوى تركيا، على فكرة متابعين للأعمال المحلية. طيب، سقف الحرية الآن لا يسمح بوجود المسرح السياسي؟ والله أنا أعتقد أن
لا يسمح لأنه ما قاعد نسوي أو لا يحتمل المسرح السياسي. لا يحتمل، بس أنا أعتقد أنه ما قاعد يستوي، لأن اللي موجود بالساحة ما قاعد يسوي. الكاتب السياسي يعني غير متوفر. يعني سقف الحرية عندنا عالي؟ لا مو عالي، لا مو عالي. حيل ما شنو اللي واقف دون وجود المسرح السياسي الآن؟ أنا إحنا عندنا مسرح كوميدي، عندنا مسرح رعب، عندنا مسرح أطفال، بس ما عندنا وفي مسرح اجتماعي. الأسهل هذا، ولكن المسرح الأسهل من أي ناحية؟ يعني المسرح السياسي يحتاج إلى قراءة للحالة السياسية اللي أنت فيها. إذا ما عندك كاتب عنده هذه القدرة لقراءة الحالة السياسية الموجودة ويكتب لها، وفي عندك مشاهد اليوم أيضا يعرف الحالة السياسية فعلا، الميديا الشديدة هذه المتبعثرة أنا أسميها، مش المنفتحة، هي المتبعثرة، جعلت المشاهد مو عارف وين شي طالع وش يشوف، بالتالي انعكست أيضا على المبدع. المبدع أيضا مو عارف شي يكتب، بالذات في السياسة. احنا كان عندنا عبد الأمير التركي رحمة الله عليه، سعد الفري أيضا. ما في عبد الأمير التركي جديد؟ أنا أعتقد أنه سيظهر. أيا ليت الشباب يعود يوما. ما عندي أنا شيء لأخبره. الشباب موجود. لن أخبر شبابا غضاع. أنا على فكرة في تقول اللي هو صندوق اللي باقي هو العمر. الباقي العمر أنا أسميه لا يزال العمر. لا يزال العمر. هذا اسم البرنامج الجاي. لا لا استمديته منك. أتمنى أنك أوحيت لك بشيء. الصوت الجهور اللي لطالما أمتعنا في الإذاعة، هل لنا من مزيد؟ والله الإذاعة ما أقدر أستغنى عنها، أصبحت بيت آخر يعني بالنسبة لي. والنصيحة اللي قدمها لي رحمة الله عليه صقر شهود، بأن الإذاعة تبقى معك علشان تحمي نفسك من أنك يعني تبتذل نفسك، وأنك تقدم سوري بالتعبير تقدم شيء دون مستوى احترامك للمشاهد أو المتلقي. خليك مع الإذاعة، لأن الإذاعة تبقى معتبرة. الحادثة اللي صارت معك في الغزو، وفاة الوالدة قبل الغزو بيوم، وفقدانك لي أسرتك اللي كانت موجودة في فرنسا تقضي إجازة الصيف، أكيد كان في بالك، يعني أكيد مر عليك بيت شعر ولا شيء. والله ما أتذكر يعني شيء معين. أنا أعتقد في ذاك اليوم أنا وجدت نفسي بلا شيء فجأة، يعني كأن انتزعت من الحياة ذاتها. شوف، هو أقصى شيء أن تفقد والدتك شيء قاسي جدا، ولكن أن تجد نفسك بلا وطن أو وطن ممتهن أو وطن مغتصب ومسلوب، هذا شيء أنا أعتقد أقصى شيء على الإنسان. يعني أنا فقدت والدتي، حزني موجود على هذا الفقدان، ولكنها تبقى إرادة إلهية، ولكنها جاءت مسممة بأن الوطن امتهن، بأن الوطن تم احتلاله واغتصابه، بأني أرى شهداء، أرى شهيدات، أسمع بشيء لا يمكن تصوره، وأن يأتي من أقرب الناس يفترض، من جار، صعوبة شديدة أن تستوعب هذا الموقف أو هذا الحدث. أضف إلى ذلك أنك أنت في يوم تطلع تعمل تجد نفسك بلا عمل، بلا وظيفة، بلا وطن، أبنائك مو عندك،
أمك دفنتها اليوم، يوم ثاني أنت بلا شيء، لا شيء لا شيء، عشان تستوعب هذا. يعني تدفن أمك يوم 1 أغسطس ويوم ثاني تجد الأم الكبرى راحت، أبنائك مو عندك، تحتاج إلى ساعات علشان تستوعب وتستلهم نفس، يعني تسترد. بدأ عادل التفكير بأنك تعمل شيء تستطيع أن تعمله. أنت ابن إعلام، بدأ تكتب. أنا بختم معك صندوق باقي العمر بالكلمات الثلاثة اللي كنت أسألك عنها في أول العمر ومنتصف العمر. اليوم ضمن تفكير سليمان الياسين في صندوق باقي العمر، الغربة شنو تعني لك؟ الغربة التزام، يعني تجد نفسك أنت ملتزم. الأدب، الأدب انفتاح على العالم. السينما، السينما هذه الانفتاح الأكثر والأوسع على العالم ومعرفة الحياة أكثر. على كل حال أنا بكذي تكون أسئلتي انتهت، بقى عندي شيء واحد، هذا الصندوق. هذه فقرة اسمها سرك في صندوق، وهي الفقرة اللي نختم فيها البرنامج. في هذا الكرت مكتوب لك كلام ما حد راح يقدر يشوفه ولا يقرأ ولا يسمعه إلا أنت، أما في حال الموافقة على عرض المكتوب فيه بتعطيني الكرت وأقوم أنا وأقرأ الكلام المكتوب فيه على البلاء. في حال رفضك ما جاء في هذا الكرت، المطلوب منك أنك تحط الكرت داخل الصندوق بدون أي رد فعل، واعتبر أن سرك بيكون في بير، في صندوق، في صندوقي. عموما عندك خيارين، تقرأ الكلام اللي موجود فيه، إذا وافقت عليه تعطيني الكرت أوجه لك الكلام اللي موجود، وتكون بالتالي وافقت على تلبية الطلب أو الإجابة على السؤال الموجود داخل الكرت. أمامك خيارين، تحط الكرت داخل الصندوق بدون تجاوب على الموجود فيه أو أعلنه. تفضل قوله. رمضان كريم والله أكرم. سليمان الياسين الفنان الكبير والنجم المسرحي والتلفزيوني يعرف الجميع، لكن قليل من يعرف أن هذا الاسم مستعار، والجمهور يحب التعرف عليك أكثر. لذا أنا موافق على أن أصرح باسمي الحقيقي. اسمي الحقيقي هو سلمان، مو سليمان، ياسين مو الياسين، بوكنان اسم العائلة. سلمان ياسين بوكنان. نعم. والذي وضع اسم الفني هو غانم الصالح، الله يرحمه. غانم الصالح رحمة الله عليه، ما يهمني، يعني بدأوا يكتبوني سليمان ياسين، بعدين سليمان ياسين، رحت لقيت له تعال أنا لي نبج، شلون الياسين وسليمان مو سلمان؟ كان يقول سليمان اسم فني. قلت له زين الياسين؟ كان يقول لي انا شو اسمي؟ قلت له اسمك غانم الصالح. كان يقول له انا غانم صالح الغوينم. قلت له ها؟ يعني كانت فكره ذكيه، وكان لك ان تكون سليمان الياسين. انا كنت سعيد جدا بوجودك معي اليوم في صناديق العمر، اتمنى انك تكون استمتعت مثل ما احنا استمتعنا. أنا كنت سعيد جدا بأنك وافقت على أن نطلع الكرت ونتكلم عن الكلام اللي موجود داخل الكرت، ونقول بأن اليوم أمامي الإنسان سلمان ياسين بوكنان، وهو النجم القدير سليمان ياسين. شكرا لوجودك معنا، صندوق جديد وعمر جديد في حلقة الغد. مع السلامة. وأنا أشكركم، شاكر لكم، إن شاء الله يكون الصندوق كل العمر مو باقي العمر. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.